مرحبا بكم متابعينا. تدخل قوي ومباشر من الولايات المتحدة الأمريكية بعد حل الرئيس قيس سعيد المجلس النواب نهائيا وإيقاف عديد النواب بتهم متفاوتة واختيرة للغاية، اللي أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن اهتمامها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب اللي اتخذه الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان نهائيا واتخاذ إجراءات قانونية بحق عديد النواب في البرلمان. وهذا اللي قال وزير خارجية الولايات المتحدة إنه الولايات المتحدة تراقب هذا عن كثب وتراقب الأوضاع في البلاد التونسية بشكل مكثف، اللي يؤكد وزير الخارجية الأمريكي إنه ينبغي على أي عملية إصلاح سياسي أن تكتسي بالشفافية وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني، وإنه يجب العودة سريعة إلى الحكم الدستوري ومن ذلك إلى برلمان منتخب، لأن منظومة الحكم الديمقراطي هي بالغة الأهمية ومن شأنها أيضا أن تؤمن دعم مستمر واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش. وهذا اللي حث فيه وزير الخارجية الأمريكي بأن يعود الرئيس قيس سعيد إلى النظام البرلماني في أقرب وقت وأن يعطي للشعب التونسي حقه الانتخابي في إنشاء برلمان جديد. في آخر الفيديو إن شاء الله اللي جاي خير على بلدنا تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.